ايه اهميه علاج ال HIV او اللي احنا بنسميها الانتريتروفيرال ثيرابيز او بالعربي مضادات الفيروسات القهقريه لمريض ال HIV وللمجتمع بشكل عام؟ الحقيقه قبل ما اتكلم على اهميه العلاج انا عايز اقول ان انا يعني كمقدم خدمه صحيه بنتمي لمصر، هي واحده من دول منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بيحزنني جدا لما ببص على الارقام اللي بتطلع من الريبورتس العالميه اخرها في اليوني ايدز في 2021 لما بيقولوا ان احنا التغطيه العلاجيه في المنطقه عندنا ما بتتجاوزش 38%، برغم ان في كتير من البلدان المنطقه وعلى راسهم مصر بتوفر الادويه للمرضى عن طريق دعم حكومي وبالمجان تماما. ودايما لما بنسال في هذه الحكايه بنلاقي انه العازل او البارير اللي بيمنع المريض من حصول العلاج اللازم ليه هو الخوف من الوصم او التمييز، ودي مشكله كبيره جدا بتواجهنا في المجتمع الشرقي وبالذات في المنطقه بتاعه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وعشان كده احنا مهم جدا نفهم انه العلاج بالنسبه للمريض الاتش اي في وبالنسبه للمجتمع هو حجر الزاويه للحمايه. المريض اللي بيتلقى العلاج بتاعه بيقدر يعيش حياه طبيعيه تماما، ما يبقاش عنده اي مشاكل صحيه مرتبطه بنقص المناعه، ولكن بيبقى عنده كل اموره ماشيه بشكل طبيعي طالما ان عنده العد الفيروسي غير مقروء ومناعته بتبدا عندنا تتزايد بشكل سليم. بيحتاج طبعا بعض التوصيات من ناحيه ان هو ياخد بعض التطعيمات او بعض المتابعات، لكن ما بقاش في عنده اي مشاكل صحيه اكبر من كده. كمان المريض اللي عنده حمل فيروسي غير مقروء هو مريض غير قادر على نقل العدوى جنسيا لشركائه، وبالتالي ده بيوفر شيء شكل كبير جدا من الحمايه المجتمعيه. السيده المتعايشه مع الاتش اي في اللي بتاخد علاجها وعندها undetectable viral load مش بتنقل العدوى لاطفالها، ده كله هيساعدنا الامور تبقى ماشيه بشكل سليم في المجتمع. عشان كده دايما احنا بنقول محتاجين ان احنا نشجع اي شخص عرضه للاصابه، اي شخص يحتمل اصابته، انه يفحص ياخد علاجه، لان العلاج فعلا هيفرق مع المريض وهيفرق معانا كلنا عشان نوصل لبر الامان بهذه المشكله.